أوضح لحضراتكم موضوع مهم جدا برضو، موضوع آخر غير الموضوع ده. أخبار عن إقالة لأمير توفيق. أمير توفيق لم يقال. أمير توفيق كان قائما بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة في النادي الأهلي. عندما جلس أمير توفيق مع كابتن عدل القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، اتفق يعني ايه اتفق؟ مهندس عدلي اتكلم مع أمير واتفق معاه بما انه هو اللي عنده القرار رئيس الشركة. قال له يعني لو هتشتغل مدير تنفيذي يبقى هتسيب مدير التعاقدات. ليه؟ لأن هنا مدير التعاقدات المدير التنفيذي أكبر من مدير التعاقدات، فهتترقى من مدير تعاقدات لمدير تنفيذي. فأمير لم يقال وممشيش، والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه من امبارح ده كلام ليس حقيقيا. أمير مدير تنفيذي لشركة الكرة في النادي الأهلي، وتم تعيين مدير تعاقدات اتعمل معاه انترفيو عجب الناس، هيبقى موجود خلال الفترة اللي جاية مروان الناي. ايه البلبلة بقى في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ الموضوع واضح وصريح ومفهوش كلام، مفهوش كلام الموضوع. مروان مع حضراتكم اهو، ادي الموضوع. فمدير تنفيذي للنادي الاهلي، او انا اسف، مدير تنفيذي لشركة الكرة في النادي الاهلي هيكون امير توفيق، ومروان النايب مدير للتعاقدات. ايه الغريب بقى في الموضوع؟ انا بس حبيت ان انا اشرح لحضراتكم، لانه الحقيقه كمان المهندس عدلي القيعي في الحلقه ملك وكتابه قبل البرنامج اللي قبلنا على طول اتكلم في هذا الامر برضو، لانه الكلام كتير في هذه الامور. عموما حبيت برضو ان انا اشرح لحضراتكم بسرعه جدا ايه اللي بيحصل عشان تبقوا حضراتكم معانا في الصوره. وانا قلت لكم امبارح قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لكم يا جماعه خلي بالكم، خلال هذه الفتره ستجد عدد كبير من الاشاعات بتنطلق على النادي الاهلي وضد النادي الاهلي. لازم امير مشي، اصله امير اقيل، اصل كذا، اصل كذا، وهذه ليست الحقيقه. الحقيقه زي ما شرحتها لحضراتكم بالظبط، وزي ما المهندس عدلي القيعي شرحها مع الاستاذ ابراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابه منذ ساعه ونص. فحاجة جميلة جدا، وحاجة بنحب نوضحها ونشرحها لحضراتكم.